ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع 61 للجنة التعاون التجاري في مملكة البحرين. الاجتماع عقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المرافقة، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والأمانة العامة والوفود المشاركة. وأشاد خلالها بالجهود الجادة والمثمرة لأعمال لجنة التعاون التجاري في دورتها السابقة والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والتي ترأست أعمالها مملكة البحرين. كما ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة أعمال الاجتماع 48 للجنة التعاون الصناعي بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة. وفي كلمته الترحيبية أشاد سعادة الوزير بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد سعادة الوزير أن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والداعمة تبرز دوما ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة. اجتماعات مطولة تنوعت بين التشاور والتنسيق والتحاور البناء شاركت بها وفود حكومية اقتصادية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى رؤساء اتحادات الغرف التجارية الخليجية ورجال الأعمال. بحثت سبل تعزيز وتنمية الاقتصاد الخليجي خلال المرحلة القادمة من خلال تطوير وتعزيز التعاون والتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص، لخصها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال مؤتمر صحفي. الحمد لله، يعني كانت في توصيات واضحة، كان اجتماع جدا سلس البارحة واليوم، وطلعنا بتوصيات إن شاء الله تنفع. في رسالة قوية حبينا نوجهها، أن الحمد لله بعد الجهد الكبير اللي قاموا فيه قيادات الدول الخليجية والمسؤولين في التصدي لجائحة كورونا، واليوم الحمد لله يعني نقدر بكل ثقة وثبات نقول أن الأسوأ خلفنا من الناحية الطبية أو من الضرر الصحي. اليوم هو التوجه توجه اقتصادي، الحمد لله نعيش بدينا نشوف بوادر الانتعاش الاقتصادي. الربع الثاني ونتائج الربع الثاني في كافة دول الخليج شهدت أرقام أحسن بكثير من الفترات اللي سبقتها، وكان اليوم مسج واضح أن أول اجتماع لوزراء الخليج هو اجتماع وزراء التجارة والصناعة لدفع مسج قوي أو رسالة واضحة وقوية، أن التركيز هو على إنعاش الاقتصاد والتسريع في مرحلة التعافي ما بعد معالجة موضوع الكورونا، معالجة صحية. من أبرز موضوعات النقاش لتعزيز عمل القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة هو تطوير العمل في التجارة الإلكترونية التي باتت بعد جائحة كورونا عنصرا مهما من عناصر دعم وتعزيز القطاع التجاري والاقتصادي الذي تطمح الدول الأعضاء لتعزيزه وتنميته. الحلو في التجارة الإلكترونية إنه ما فيها حدود، it's borderless. فأنت ممكن من البحرين اللي قبل تبيع في منطقة محدودة أو في بلد واحدة تبيع لأي مكان في العالم بغض النظر عن المنتج مالك، وتشتري من واحد ما تعرفه ولا يعرفك طالما أن الخدمة زينة والسلعة زينة والسعر مناسب واللوجستيات التوصيل متوفرة. فإحنا ممكن يعني من البحرين نبيع لأي مكان في العالم، وهاي شيء اللي إحنا نشجع فيه القطاع الخاص. شفنا قفزة كبيرة في البحرين خصوصاً وفي كل العالم الحقيقة، بس إحنا يعني نراقبها في البحرين خلال جائحة كورونا. أجن مو بسبب الاختيار، بسبب الظروف، أجبرتنا الظروف ويمكن أجبرتنا أن نسرع في الانتقال. موضوعات عديدة تناولتها الاجتماعات الموسعة بين الوفود المشاركة، تناولت مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية
وأطر التعاون البناء بين دول المجلس بما يسهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ويلبي متطلبات المرحلة القادمة من التنافسية والإنتاجية المأمولة من اقتصادات دول الخليج. توافقات كثيرة وعديدة بين اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيّنها وزير الصناعة والتجارة والسياحة، طالت مجالات التجارة الحرة والتجارة البينية بين دول المجلس، إضافة إلى الأمن الغذائي والعديد من الملفات المهمة، أملاً بتحقيق تقدم ونماء ملحوظ خلال الفترة المقبلة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.